مرحبا بكم متابعينا الاعزاء في جديد. هذا الفيديو سوف اشارك معك طريقه بسيطه وسهله سوف تساعدك على الحصول على ما يسمى بالفي بي ان مجانا. لماذا سوف تحتاج في بي ان؟ بكل بساطه، اذا كنت تريد التقديم على اميرش باي امازون، اذا كنت تريد التقديم على مواقع السي بي اي، فيجب عليك وسوف تحتاج ان تصل من بلد امريكي مثلا، او مدينه امريكيه او مدينه كنديه. هذا سوف يساعد على مضاعفه حظوظ قبولك، وأيضا بالإضافة إلى مسألة الحماية، حماية خصوصية لما غير ذلك. أنا أعيش بكندا، ومسألة تحميل التورنت، مسألة تحميل البرامج والأفلام المكركة، هذا ممنوع ويمكن أن تحصل يطعك غرامة، ويمكن أن تدخل إلى السجن فقط لأنك قمت بتحميل فيلم أو برنامج، وهذا ممنوع. فأنا بين الحين والآخر أستخدم الفي بي ان وأستخدم البروكسي. هذا الفيديو سوف أشارك معك طريقة سهلة وبسيطة سوف تساعدك على الحصول على ما يسمى بالفي بي ان. والفي بي ان الذي بين أيدينا هو ما يسمى بالويند سكرايب. هذا الفي بي ان كيف تحصل عليه؟ كل ما عليك سوف تذهب إلى الوصف، سوف تجد رابط يا سيدي. بعد ما تدخل هذا الرابط سوف يكون على هذا الشكل. في عندنا هذا الصفحة، سوف نتجه إلى اللوجين، في عندنا الساين اب، سوف نقر على الساين اب. سوف يكون عندك هنا تقوم بوضع اليوزر نيم، هنا الرمز السري، تعيد الرمز السري مرة أخرى ونضع الإيميل. يجب عليك أن تضع الإيميل. الإيميل الذي سوف نستخدمه هو إيميل هذا الموقع تامبو إيميل. سوف تقوم بإنشاء إيميل من هذا الموقع. لماذا لا تقوم باستخدام الإيميل الشخصي الخاص بك؟ لأنه بكل بساطة سوف نحتاج هذا الموقع مرة أخرى. إذا استخدمت الإيميل الرسمي الخاص بك فهذا يعني سيتم ضياع فرصة من استخدام الفي بي ان مرة أخرى. سوف أشرح لك الطريقة. قمنا بإدخال البيانات، نقع على create account، ننتظر قليلا، نعود إلى الإيميل، سوف نتوصل برسالة هنا. بعد ما تسجل في الموقع ستكون الواجهة على هذا الشكل. شاهدوا معي، الموقع يعطيك 2 جيجا، لكن 2 جيجا لتصفح الانترنت، لكن إذا قمت بتفعيل الإيميل سوف تحصل على ما يقارب 10 جيجا، أوكي؟ وإذا قمت بالتغريد سوف يعطيك بيانات أخرى. سوف نشرح الآن claim voucher. سوف نعود للإيميل، شاهدوا معي الإيميل هدى، توصلنا بالبريد الإلكتروني الخاص بتفعيل. سوف أنقر على البريد الإلكتروني هنا، شاهدوا معي email confirmed، your email has been confirmed. نعود إلى البرنامج مرة أخرى ونعمل refresh، وشاهد معي في عدنا 11 جيجا يمكن استخدامها للتصفح على الانترنت. ما ستقوم به الآن هو تقوم بتحميل البرنامج الفي بي ان. استخدم الفي بي ان كما تشاء، ولما تحس على أنه انتهت الصلاحية قمت باستهلاك كل البيانات، كل ما عليك تعود إلى البرنامج، تعود إلى الموقع هذا الشكل. نعود إلى الموقع ونقوم بالنقل على الساين اب، ونقوم بتعبئة البيانات، وهنا سنقوم بعمل ديليت، وسيتم حذف هذا الايميل وانشاء ايميل بريد الكتروني جديد. اي بمعنى سوف نحصل على 11 جيجا مرة اخرى. مسألة سهلة وبسيطة، وانا انصح انك قبل ما ينتهي الفي بي ان كل ما عليك ان تذهب الى الموقع وتسجل مرة اخرى حتى لا يتم حجب الاي بي القديم والاي بي الرسمي الخاص بك. اشرح طريقة سهلة وبسيطة، وجميع الروابط سوف تجدونها في الوصف ان شاء الله، ونلتقي في حلقة مقبلة.